سيد شادي الفالح، عضو فرح الفالح، عضو الهيئة التنفيذية للحزب الجمهوري. أهلا وسهلا بك على جبهة انفستي، ومرحبا بك في الحمامات. مرحبا بك انت، وانا خاطر ما نعتبرش روحي في الحمامات وولايه نابل بصفه عامه، نعتبرها بالنسبه لي انا اكثر من دارنا وعائلتي فيها. اليوم الحزب الجمهوري ينظم ثاني قطب انتخابي في ظرف شهر تقريبا بعد القطب الاول في احد نزول الحمامات الجنوبيه، تتالت التظاهرات. الى ماذا يحضر، ولا الى اي مدى الحزب الجمهوري قاعد يقدم في تحضيراته للانتخابات المقبله التي تبدو على المدى المتوسط؟ والله هو الحيوية اللي ظاهرة على الحزب الجمهوري هي مش في شيء نابل بركة. البارح كانت عندنا لقاءات بالخاين في تطاوين، وفي الأسبوع هذا كانت لقاءات في تطاوين وتوزر وولاية مدنين وولاية جابس. معناها الحزب الجمهوري قاعد يتحرك على كامل الجمهورية، وهذا يدل ولا يدل على حاجة، تدليل على أنه الحزب الجمهوري تواجده وتواصله مع منظمي في كامل الجهات واستعداداته للمحطات الانتخابية اللي قادمة في أقرب الأوقات. شفنا اليوم تقديم أرقام مدققة في كامل ولاية نابل وكل تفاصيلها على مدى المعتمديات. هل تعتبر أنه هل القطب الانتخابي في ولاية نابل ينجم يحقق نتائج خير ما اللي حققتها مكونات الحزب الجمهوري في 23 أكتوبر؟ هذا أملنا وهدفنا المنشود اللي نسعى لتحقيقه، معناها صفوف القوى الديمقراطيه ان شاء الله نوصل للمحطه القادمه، المحطه الانتخابيه القادمه، ونكونوا فيها من الفائزين. سي شاد، اخر سؤال، غدوه المكتب السياسي للحزب الجمهوري سينعقد، فما هي اهم النقاط في جدول الاعمال؟ تسمعها في الندوه الصحفيه القادمه اللي بعد انعقاد المكتب السياسي. شكرا لك.